Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nasta'hdiik wa nasta'firuka wa natubu ilayk wa nusni alayka alkhayra kulla nashkuruka wa la nakfur wa nakhla'u wa natubu man yakfur Allahumma iyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfidu narju rahmataka wa nakhsha اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد فأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إلى رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي تقول خيرا منا نقول ولك الحمد كالذي تقول ولك الحمد على كل حال اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وكلامك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والقبر حق والحساب حق والحشر حق والميزان حق والملائكة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وجمعت لنا أعظم شرائع دينك وجعلت لنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به الالتباس سبحان العظيم الوهاب سبحان الغفار التواب سبحان رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب سبحان من خلق الخلق وأحصاهم عددا سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان من عم بمعروفه الجميع ولم يترك أحدا اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أم استهزأت به في علم الغيب عندك أتجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم البسنا به الحلل وأسقنا به الظلل وادفع به النقم وزدنا به من النعم يا ذا الجلال والإكرام اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن وعنتنا على تلاوة القرآن وعنتنا على ختم القرآن وعنتنا على صيام رمضان وعنتنا على الصدقات وعنتنا على التسبيح وعنتنا على التحريم وعنتنا على
العرش العظيم اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تنسير أعمالنا وتمم تنسير أعمالنا وتجاوز عنا سيئاتنا وتجاوز عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار واجعل منقلبنا إلى دار القرار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين اللهم إنا نستغفرك من الذنوب كلها من أولها وآخرها وصغيرها وكبيرها وقديمها وحديثها وسرها وعلانيتها وصغيرها وكبيرها وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر أنت المقدم وأنت المؤخر أنت الأول وأنت الآخر أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا ديوننا واغننا من الفقر واغننا من الفقر واغننا من الفقر اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا يا رحيم يا ستار يا رحيم يا جبار يا رحيم يا رحمن يا مالك الملوك يا مالك الملوك اغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا اللهم إنا نرجو رحمتك رحمتك في القبر نرجو رحمتك في القبر اللهم إنا نرجو عفوك يا الله نرجو عفوك في القبر وفي الحشر وفي الحساب وفي الميزان وفي الصراط حتى ندخل الجنة حتى ندخل الجنة حتى ندخل الجنة اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم لا تشد في خلقنا من النار اللهم لا تشد في خلقنا من النار فإنها بئس الدار وبئس الفتوى وبئس القرار فإنها بئس الدار وبئس الفتوى وبئس القرار اللهم اجعلنا من التقائك من النار اللهم اجعلنا من التقائك من النار اللهم اجعلنا من التقائك من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب أزواجنا ورقاب أولادنا ورقاب إخواننا المسلمين أجمعين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وأزائد مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا قتلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إن إخوانا من سريلانكا اللهم إن إخوانا من سريلانكا أو من باكستان أو من الهند أو من بنغلاديش أو من بلاد أخرى
جاءوا إلى يابان لينالوا مقاصدهم ليس لهم بيوت يسكنون فيه وهم مدينون وهم فيهم أمراض أصابهم المرض اللهم اشفهم اللهم اقض ديونهم يتركون أزواجهم وأولادهم في أوطانهم يتركون أولادهم وأزواجهم في أوطانهم يبتغون فضلا من فضل الدنيا والآخرة يبتغون فضلا من فضلك الدنيا والآخرة اللهم اقض حاجاتهم اللهم اقض ديونهم اللهم بلغ مقاصدهم اللهم بلغ مقاصدهم اللهم اشف مرضاهم اللهم بارك لنا في تجارتنا اللهم بارك لنا في اموالنا اللهم بارك لنا في صحتنا اللهم بارك لنا في ابداننا اللهم بارك لنا في بيوتنا اللهم بارك لنا في اولادنا اللهم بارك لنا في ازواجنا اللهم بارك لنا في امهاتنا اللهم بارك لنا في ابائنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم من موتانا من ابائنا وامهاتنا وازواجنا واولادنا فانهم يعيشون على الهموم فأهلكهم كما أهلكت قارون فأهلكهم كما أهلكت
عند أصحاب الفيل أما جاءوا يهدي الكعبة وجعلتهم كعصف مأكول اللهم شفق شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم دل عددهم اللهم فل حدهم اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل خضامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله تعالى وسلم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.